وسهلا فيك يا مرحبا. خانم. سمر خانم ما طلعت ما هيك؟ ما طلعت يا خو. شو بتحبين ضيفك؟ ما بدي شي، يسلم. سمر ما فقت لهلا؟ بتحبي خبرها انك اجيتي؟ لا لا انا رح فيقها. مشان الله اطلع لبرا. شو صار امبارح المساء؟ سمر؟ هاي بيسان. شو هالنوم يولو؟ أهلا حبيبتي. ما خليتك تكفي حمامك، أنا آسفة. ليش هالحكي يا قلبي؟ انبسطت بشوفتك. قالوا لي لسه ما فقتي فقلقت عليكي، مالك بالعادة؟ فايقة بكير وقاعدة بالبانيو. كفي حمامك على راحتك، أنا بصدق. وقفي وقفي، تعالي قعدي شوي. قلقت من جايتك لهون بكير. لا تقولي لي كنتي عم تعملي رياضة. أكيد تعرفي إنه نهاد قدم استقالته. القصة نفسها. ايه هي القصة، مشكلة كبيرة. وبعدين بقى وانا كمان عندي حكي بدي اقلك اياه. إذا بدك اطلبي الشاي وأنا رح ألبسه وإجي. ماشي، خدي راحتك. ألو، شفت اللي عملته؟ شو كان رح يصير لو شافتك؟ برأيي اللي صار كتير حلو، على الأقل بالقدر اللي شفته. عن جد أنت واحد مجنون. يمكن لأني ما بشوف الأحداث بكل تفاصيلها. وبتقلي لا تيجي لعندي وخليك بعيدة عني، وليك أنت شو بتعمل؟ صار من الصعب علي أني أبعد عنك. ما بيصير. انت كتير حلوة. لازم روح شوف بيسان. طيب بعد شوي رح انزل لتحت. على كل حال اليوم كله إلنا. يلا سكر. Mm-hmm.